طيب عرفت اجري وتبص تلوس. طيب الاكسل شوف تحت التحدث 2 باي الفريكوانسي بكام؟ الفريكوانسي ب 50 50 تمام، في 20 في 10 نيجاتيف 3 كده جبت اكس ال توتال صح؟ حلو قوي. اجيب الاي بقى، ما الاي هي اي ام اف على اكس ال، ده الاي توتال، الاي توتال، الاي توتال 6 2 8 على اكس ال تطلع تقريبا هيطلع 100. لا يطلع 100 امبير، 100 تمام. تمام. الاي طلعت 100 امبير تتوزع بقى. عندك ال1 سيريس صح؟ هتاخد المايك يبقى بياخد اي توتال كلها اللي هي 100. ماشي. تمام؟ الاثنين التانيين يتقسم لهم صح؟ اه. في واحدة 40 وواحدة 10. يبقى دي تاخد، يبقى ال 10 تاخد أربع مرات من التاني. اه. طب أقسمها إزاي؟ بما إن ده أربع مرات من ده، قسم اللي داخل على خمسة. بالظبط. فأعمل 100 على 5 تطلع 20 صح؟ بالظبط. ال 20 دي تروح لل 40، تروح لل 3 تروح لل، او ده اربع مرات ده يتبقى كام بقى؟ يبقى 80 ده يروح ال 2 وبقت دي اربع مرات دي. يعني ممكن اعملها ريشيو طبعا. ممكن تعملها ريشيو زي تشابتر 1 وتجيب الفي بتاعتها. ايوه بالظبط. اصل انا بقى جيت اعمل ريشيو دي في السي ما... لا السي العكس. اه ضرب. طيب بعد 30 من انا عندي اتنين. لحد 40 32 ماشي. هو انا ممكن اتوتر في حاجه يعني جبت ايه في ضريبه. طيب استنى بس بدل اي سؤال فيها دلوقتي 32 يا جدعان الصوت 32 بيقول لي لما كانت الفريكوانسي باف الاكس ال كانت ب 15 اوم لما الفريكوانسي اف تمام بيقول لي الاكس ال بقت ب 20 تبقى الفريكوانسي دي كام؟ احلى كروس مالتيبيكيشن على دماغك وخلص. فيبقى 20 اف على 5 هو بيقول او ممكن اعملها ريشو اكس ال 1 على اكس ال 2 كل اف 1 اف 2 يا مستر. هو بيقول ان هي انكريز باي. ايوه يعني انكريز باي اف بلس 20. بص اه بالظبط عشان كده عايز اعملها ما عشان انا لخبطني برضه اصلا دي 25 ايوه ودي اف بلس 20 بلس انا عايز انها الغلط لا دي برضه كروس مالتيبيكيشن مش حوار ما انا طلعتها ب 30 ونسيت ال 20 دي بقى لا عادي ما هي كده كروس مالتيبيكيشن هتبقى 25 في اف ايكوال اف بلس 20 في 15 انا فاكر احنا هنا واحد قانون على الكالكوليتر هتطلع الاف معانا الاف طلعت ب 50 ماشي بعد 32 انا بس عندي سؤال بس ده وقتها هنزل على اليوتيوب اه لحد 40 عايز اه لا هو 35 ايه بس حاجه شرحتها لنا يعني 35 دي بوينت ميثود ايوه اشرحها طبعا صح اشرحها اللي كنسلت ال 3 اه بالظبط اللي في النص دي بص كده هو عامل رسمه عامله كده اهو تمام ودي عامله كده اهو عامله كده فدي بوينت ميثود هو مسمي دوت ال1 وده ال2 تمام ده ال3 ده ال4 وده ال5 مستر معلش سؤال بس هو المسائل دي احلاها بتوزيع كرنت ولا بوينت بوينت ميثود طب انا محلتها بوينت ضرب بوينت واحده واحده دي نقطه واحد تبقى دي كمان واحد تبقى دي 2 فتبقى دي 2 دي 3 فدي 3 فدي 4 ودي 4 صح عندي كام نقطة؟ أربعة. أدي واحد اتنين تلاتة أدي أربعة تمام؟ من واحد لاتنين في ال1 أهي. من اتنين لتلاتة في ال3 تمام؟ من تلاتة لأربعة في ال4 كده فاضل لي اتنين، واحدة من واحد لتلاتة اللي هي ال2 وفي واحدة من اتنين لأربعة صح وواحده من 2 ل 4 تبوظ ايوه بطل رازع فبما ان البوينت ميثود باظت توزع وتعرف ان في حاجه هتتلغي اكيد اللي داخل هنا اهوت هيتقسم على حتتين صح؟ افرض ان هو 2 اي فيتقسم هنا اي وهنا اي تاني صح كده؟ الاي ده يكمل هنا لحد هنا صح؟ يجي هنا يحصل له ايه؟ نص اي يبقى هنا اهوت نص اي وهنا اهوت هما كلهم ايكوال نص اي اه لازم ان هما يبقى لو مش كلهم ايكوال هتحل كيرتشوف هتبقى صعبه جدا الاي ده لحد هنا صح؟ ممكن يضم كيرتشوف في البتاع ده؟ اه
يجي لحد نوت يحصل ايه؟ الاي دي تتقسم فيبقى ان هو دي اي على 2 ودي اي على 2 كانسل تلاقي ان دي اي على 2 داخله ودي اي على 2 داخله قد بعض وعكس بعض يبقى دي واحد. ده بيوصل بيه 2 3 اللي هي ال 3 ماشي. طب برضه تفضل لسه زي ما هي؟ لا طبعا بوينت مستر هتتظبط. طب هعملها لك بوينت مستر مظبوط. واحده من الاثنين مش همسح اللي تحت تمام. فبقى عندي من 1 ل 2 تمام اللي هي ال1 تمام. وعندي من 2 ل 3 مفيش من 2 ل 3 دي اصلا انا لازم ارقمهم تاني. دي تبقى 1 صح. دي 1 دي 2 صح. ودي 3 و 3 بقى 2 برضو صح. وعلى الشمال ان هو 2 ودي كمان 2 ودي 3. يبقى انا عندي 3 نقط بس بين 1 و 2 ال 1. طيب من 2 ل 3 في دي وفي دي اللي هي كام اللي هي ال 5 وال 4 صح كده. كده فاضل لي واحده منين لمنين؟ من 1 ل 2 اهي اتحلت. يبقى كلهم كانوا بواحد بالظبط ودي ال 2 بس كده تتحل عادي بقى خلاص. 50 دول بجلل ودول بجلل مع بعض سيكس طيب واحده. طيب بعد 35 لحد 40 في حاجه لحد 40؟ اه 41 عندي سؤال فيها. 41 لا انا حل. اه 41 اي سؤال يبقى حل. 40 عايز 40 عايز 41 40 الاول ماشي امسح ده. هي 41 ماسكه مس غريبه شويه. هو اصلا 40 بيقول لك ان الكومبوننت دوت لان الفولت لاجز الكارنت. يعني ايه بيبطئ يعني الفولت لاجز الكارنت دي في اني سيركت؟ الاي ثابت يعني الفولت هو اللي بيبطئ اللي متاخر عن الكارنت. هو اللي متاخر عنك اي بقى فاصل الكارنت يبقى ده كباستور تمام. دي 40 انا فاهم ان جيت غلط اصلا. هو فاكر ان ده بيأخر ده أيوة. بيعطله مش متاخر عنه. طيب 41 دي سي سورس يبقى الفريكوانسي بزيرو ماشي. الاكس سي ايكوال 1 على 2 باي اف سي ده بزيرو. اي حاجه على زيرو بانفينيتي بس قلت لك كده. انت قلت لي الماس اتغير اي حاجه على زيرو بانفينيتي يبقى اكس سي ايكوال انفينيتي ده 41. ايه لحد 50 انفينيتي هي 42 42 القانون ده بيتنسي وهيودينا في داهيه يعني ان السي ايكوال كيو على في يبقى 3 في 10 باور نيجاتيف 6 ايكوال كيو على 1 خلصت بس كده. القانون ده بيتنسي وهيودينا في داهيه. هو طبيعي لازم يجي. انت اللي هتجيبه. ايوه طبيعي وبيجي اخر السنه. وبيجي اخر السنه. مش 47 حاجه قلتها هتحلها. مجانيه تقريبا. ايه قبل 47؟ 47. 47 دي محترمه. اه حاجه قلت عطلت حاجه في حاجه بس 47 دي انا شايف ان الكلام ده غلط سيكا. هو بالظبط لا لا المساله صح ورقمها صح. في الكلام نفسه في غلط. طب مستر بس هقول لك دلوقتي ايه الغلط قبل ما استنى بعد ما احل اسمك. ماشي. هو رسم رسمه كده اهو. دي باتري وده كاباستور بينهم كي 1 تمام. ورسم رسمه ثانيه الكاباستور ثاني وبينهم من اهوت كي 2 تمام. الباتري دي مداني ب 24 فولت. السي دي ب 10 باور 2 بايكو اللي هو 10 نيجاتيف 12 وسي 2 20 بايكو فراد تمام. حلو. هو بيقول لي لما اقفل الكي ناحيه 1 الكاباستور 1 بيبقى فول تشارجد. حلو. فيبقى اد 1 كل اللي هنا يروح ايه؟ 24 هنا. لا ايه بقى؟ كل الكوانتيتي اوف تشارج وبعد كده الفولت بتاعه يبقى 24. انت اللي بتقوله صح. يعني هقول ان سي 1 ايكوال كيو توتال على في توتال. كده انا لما قفلت ال 1 صح؟ قفل 1 بس مش قفل 2 اصلا. ماشي صح كده؟ سي 1 بكام؟ 10 باور 2. انا كده كان ان الفولت اللي هنا هو اللي هنا صح. انا اشتغلت مع سي 1 في توتال اهو. يبقى 10 باور 2 في 10 باور نيجاتيف 12 تمام ايكوال كيو توتال على 24. تطلع كيو توتال ب 24 في 10 باور نيجاتيف. ده انا قلت 30 بقى معلش يا جماعة. واحدة واحدة. ده كيو توتال. ماشي. أنا افترضت بعدين إن هي واحدة واحدة طيب. زي الكارد. طب واحدة واحدة. تمام.
اد كيتو. لما اقفل الكيتو مش هيبقى عندي كباستور واحد، هيبقى عندي كام كباستور؟ اتنين، صح؟ هو ده بقى انا اعتراضي على المساله. كان المفروض يقول ان هو كانه قافل الاثنين. ليه؟ ايوه بالظبط، لان ده مفروض عشان دول ما يبقوش سيريس. بس ليه بقى لو بقوا سيريس ايه اللي هيحصل؟ لو بقوا سيريس المساله ما تمشيش على الارقام اللي عندك يعني. عشان الارقام اللي عندك تظبط كان المفروض يقول ان ده كانه مقفول، ما هو ده كده كده مش شغال. صح ولا مش صح؟ فده كانه مقفول، فدول بقوا بارلل ولا سيريس؟ بارلل، صح؟ والكيو توتال تتقسم عليهم هما الاثنين، فهقول ان كيو توتال هي كيو 1 بلس كيو 2. طب ليه يا مستر؟ ما خلاص اللي هنا ده مش هيبقى هنا بس. اول حاجه الحاجه يعني الكيو توتال دي ماشي بدل ما في الاول كانت هنا بس. ايوه عشان ده اتقفل لما قفلت كي دوت، هيبقى حبه هنا حبه هنا. عشان كده انا لما جيت حليت عملت لنا سيريس. طب انا لو فصلت وهم مفتوح وقفلت 2 يبقى سيريس بالظبط، اكني بالظبط معايا بطاريه 24 وكيو وكيو كذا رقم معايا ده وامشي عادي بقى. ده انا ما امشيش عادي يوم 12 جاب. عشان كده بقول لك غلط، فلازم يقول ان ده كانه مقفول. طب ما ده لو مقفول خلاص مش هتفرق حاجه في المساله على فكره، هي في الارقام هتتوزع بس. نعم انا فكرت ان هم سيريس. لو قفلت دي ودي يعني لما قفلت دي بعد ما ده اتشحن يعني دي كانها مش موجوده، مش هحسب حسبه تاني. هو الكاباستور بالغير، ما هو خلاص وقف ده، مفيش كارنت هيعدي تاني، اللي عدى عدى خلاص. بالظبط بتقول الكارنت وقف لما ده بيتشحن. ايوه بالظبط، هو قال حتى لما الفول تشارج فهو لازم ده الكاباستور اللي شغل الكاباستور. بالظبط فيتقسم على الاثنين. بالظبط، فكيو توتال ايكوال كيو 1 بلس كيو 2. تمام، فانا هعمل ايه؟ هقول ان الكيو 1 هي كيو توتال ماينس كيو 2. حد يزعل من دي؟ هو مستر معلش، هو كاني خليت كيو 1 في ناحيه لوحدها. هو لما الكاباستور تزيد الكيو ما تتاثرش؟ ما انا ما عنديش كيو تاني هتخش. مش ده خلاص ما بقاش شغال؟ ده ما بقاش شغال خلاص، ما فيش كيو تاني هتخش. الكيو الوحيده اللي ماشيه في السيركت هي اللي هتتقسم عليه. سؤال، انت مش اول واحد حجمه اكبر بكتير من تاني واحد؟ حلو، يبقى الكيو مختلفه. يبقى هو مش ايوه اللي هو هياخد الأول. نسبه غير التاني، بس كده التاني هياخد جزء ايا كان، هياخد جزء منها. عايزين نجيب الجزء. ايوه، فكيو 1 ايكوال كيو 2 كيو توتال ماينس كيو 2. او سؤال بس معلش، الكيو بقى توتال اللي انا جبتها دي هي الكيو توتال دي صح؟ اما ايه بقى الكيو 2؟ كيو لا، ما هو كيو توتال في الاول كان ده بس. لما قفلت الكي ده يعني كيو توتال هنا هتبقى كيو 2. ايوه، لا مش كيو 2 هتتوزع عليهم. هتتوزع عليهم هما الاثنين. كان انت كنت ابن وحيد عند باباك. ماشي. فالمصروف رايح لك انت بس. اتولد اخ. ماشي. فاللي كان بيروح لك انت بس هو ده اللي هيتقسم عليكم انتوا الاثنين. يعني انت كنت بتاخد 10 جنيه، لما اتولد اخ ال 10 جنيه هي بس مش هتاخدها انت بس. ده ياخد حبه وده ياخد حبه. يعني انا برضه هخرج نفس الكيو ليه 24. هي دي كيو توتال. ما عنديش غيرها، ما اعرفش اجيب اكتر منها اصلا. ثانيه واحده بس هكمل وبعدين اسال. تمام. وفي نفس الوقت بما انهم بارلل ففي 1 قد في 2 عشان دول بارلل 20 فولت. صح ولا مش صح؟ طيب ما تنساش ان السي ايكوال كيو على في، صح؟ فيبقى الفي ايكوال كيو على سي. جبت ده هنا وده هنا، صح؟ ففي 1 تبقى كيو 1 على سي 1، صح كده؟ وفي 2 كيو 2 على سي 2. كيو 2 على سي 2. حد معتقد؟ طب ينفع اشيل كيو 1 اخليها كيو توتال ماينس كيو 2 ودي كيو 2 على سي 2؟ صح ولا مش صح؟ صح. تعالى نعوض بقى. كيو توتال اللي هي 24 في 10 باور نيجاتيف 10 وماينس كيو 2 على سي 1 اللي هي 10 باور 2 في 10 باور نيجاتيف 12 ايكوال كيو 2 على سي 2 اللي هي 20 في 10 باور نيجاتيف 12. فيها كام انون؟ هو بص عندي سؤال واحد، صح؟ واحد واحد. هو حضرتك ليه ما عملتهاش بالفي على طول؟ ما انا معايا الفي ب 24 يا ابني. ما هو دلوقتي بقوا اثنين، ما اعرفش الفي اللي هنا كام واللي هنا كام. طب ما زي مستر كونستنت. نعم؟ مش الفي كونستنت ب 24 24 ده لو كان ده بس. صح، ما ده يدي ده اصلا يا ابني. في الاول ما كانوش بارلل، ده ما كانش موجود. ماشي، انت ازاي بتحل المساله على حاجه ما كانتش موجوده وبقت موجوده؟ البطاريه ثابته ب 24. حلو، بس خلي بالك الكلام اللي انت بتقوله ده تمام. خلي بالك ان ده بارلل. لا ده بارلل فالبروبي ثابته. حلو الكلام ده لو عندي سورس. بس السير سورس اهو، ده سورس اهو. مين اللي سورس يا ابني؟ ما هو ده اتشال. ما مستر ما حد تقول اثنين مقفولين. بقول لك ده مقفول علشان تبقى بجلل، بس ده ملوش لازمه عشان الكيوت اسم. طب ليه ما ينفعش اخلي السي هي السورس الاكس؟ ما ينفعش حاجه اسمها كده. مش هيك بتدي البطاريه؟ لا، تدي وتاخد تاني نفس الفولت. استنى، الفولت ده هيقل مع الوقت عشان في سيركت وايرز. بس ثانيه، نعم مش فاهم قوي. طب انا ليه ما حطيتش؟ لا خلينا اخلص حل بقى وافهمك وتناقش معاك عشان الفيديو باظ. مش هو ده؟ ايوه تمام.
الكيو طلعت صح؟ فيبقى السي 2 ايكوال كيو 2 على في 2 صح ولا مش صح؟ معايا سي 2 معايا كيو 2 كيو 2 اطلع من نقط في ايه؟ في 2 وده هيطلع ب 20 فين بقى ال 4 فولت؟ ضاعوا يبقى انا ما ينفعش اشتغل على 24 لان في حبه هيضيعوا في حبه هيضيعوا في الوايرز ازاي اقول ان اللي عندك 24 هتفضل 24 انا ما اعرفش اللي هيضيع كام فكان لازم اشتغلها كانها مساله جديده واشوف الفولت الصافي اللي هيتبقى لي كام هو ده بقى ال 20 فولت عشان كده ما ينفعش اثبت ان السي دي او كيس السي دي هي السورس اللي بتوزع اوكي تمام ده هو عشان ياكد ان دي ما فيهاش لوسز قال لك الار انترنال بزيرو عشان ياكد ان في السيركت الاولى دي كان مفيش لوسز خالص تمام وكده المساله دي اتحلت لا اسال لا ما انا عايزين نتكلم في كلام كتير اسال طب ماشي خلاص لا خليها للاخر طب انا سؤال بسرعه يا الله يا ايه ده في سؤال بسرعه كنا كام كام مش هو هيملى الثاني مش حاجه قلت لما الكراسه بتملي مش جاي من ما هو ده مش هيتملي للاخر وده مش هيتملي للاخر مش ده اتمنى البطارية للاخر فيه بس بيسم بعد كده هيفضي حبة منه ده مكبر بكتير من تاني وهيفضي حبة منه مش هيفضي كله هاي حبة منه فما بقاش فولي تشارج يتفك عربة هتفضل ماشية مش هو يروح يملى التاني مش هيملى الاخر مش هي... اي هيملى الاخر ويتبقى له حبة ايوه التاني اتبقى له ايوه يبقى مش التاني ده بقى طالما الاخر هيطلع ما هيرجعه تاني ايوه وهكذا يبقى الكهرباء عمرها ما هتقف بس هيفضل في لوسز بالظبط هو انا مش عندي سؤال هو بس يعني ايه اللي حصل من الاخر كده في المساله قفلت الكيده ماشي وده مفتوح كهرباء عدت ادت ملا ماشي ده بقى مقفول مفتوح كده كده مش شغال ماشي ليه مذاكره الكاباستور ان الكاباستور لما بيتملي ما يشتغلش الدي سي ايوه مش هيشتغلش الدي سي فدي كده كده مقفوله مفتوحه مش فاكره تمام ليه بقى كده اتقسم طب ما ده بقى مش مهم كان عندي كاباستور واحد بياخد الكيو كلها ماشي قفلت ده بقى عندي كام كاباستور اتنين بدل الكباستور يقدر يفضي هيفضي ماشي فحبه منه راحت مالت ده ماشي الحبه الثانيه فين اتبقى له اتبقت فيه كانه فضي 40% منه يعني اللي شحن سي 2 ده هو سي السي 1 يعني الكباستور ما يرجعش توتال غير للسورس بالظبط يعني في حبه تبدا جوه هو دي بقى الكيو اللي فضلت فيه اللي هي كيو 1 ما انا روحت جبت كيو 2 يعني الكباستور ما رجعش توتال غير للسورس يعني الكباستور يتملي الاخر ويرجع الاخر للسورس لان السورس ملوش ليميت السورس ملوش ليميت انما الكباستور ده ليه ليميت ايوه بس ده ما تملاش بضع الاخر صح ما ده اتملى على الاخر انما ده لا ده ليه ليميت اللي هو ده اكبر من ده بكتير صح فده فضله حبه اتملى الاخر ومتبقي له حبه هم دولت الكيو 2 والكيو 1 فلازم في الاخر ان اللي اتملى بيه ده بلس اللي اتبقى هنا يساوي مين كان موجود في الأول اللي كان موجود في الاول اللي هو ده بس يعني مستر ده كيو 1 ده برده خد كوانتيتي ليه بالظبط مش خد اتبقى له شويه والباقي شحن يعني الفولتج بتاعه وكيو 2 خد شويه من الكيو توتال اصلا بالظبط فاتبقى له حبه ده كيو معلش تمام فازاي بقى انت عايز تثبت ان الفولت اللي هنا 24 وده مش الكيو بتاعته هي